أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم عنها مبعدون إن الذين سبقت لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا ظلهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق وعدا علينا وعدا علينا وعدا
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها إن في هذا لبلاغا لقوم عابرين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم فهل أنتم مسلمون قل إنما يوحى مسلمون
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَا إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعل ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن تعالوا على ما تصفون الله أكبر بسم الله الرحمن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.